السلام عليكم دكتور محسن، معكن هلا بسوي عمليه. المريض جانس شرفنا من سويسرا، في عنده دوال الخصي جنبان، هذا من قبل مسوينه له عمليه لابروسكوبيك، بس مع الاسف الشرايين لساتن حوالى الخصي. انا بدي اسوي له عمليه، بدي اشيل له الشرايين تحت الميكروسكوب وبالدوبلر والله يشفي على المريض، وبكره ما بعته ان شاء الله للبلاد. هلا بلشنا العملية، الميكروسكوب المنظار هذا وهذا الدوبلر، ما بلش تشيل الشرايين هلا. الحمد لله خلصت العمليه ب 40 دقيقه جنبان، سويت له جدا كان في شرايين كثير كلهم شلتين بالتكنيكنا والدوبلر والمنظار، حفظنا الوريد وحفظنا اللمفاوي الله يشفي على المريض. مركز اندروفيرت لصحه الرجال هو العنوان الوحيد لسعاده الرجال.